اليوم راح اسوي كالاماري. جبت السكويد خليتها هي تنظفه، جبته من فيش ديبو اللي تجيبه مو منظف عادة تكون من الداخل مادة هرمية تنشال وتنذبح هذيك ما تنوكل. ما خليتها تقصهم، أنا راح أقصهم. وهاي جبتها ويا الرأس، طبعا من تنظفوها راح تطلع من الداخل مادة مثل الجلاتين، هاي تنذب ما تنوكل. هسا راح أنظفهم مي بارد، بعدين راح نقطعهم. نقطعهم رينجز بالشكل هذا. شوك هازرد من تجون تقطعوها راح تشوفون هالشغلات بيها تصير مثل العظم، بس على تبين عبالك بلاستيك. هاي تنشال حتى لا تختنقون بيها، تجي من الداخل عبالك هي يعني مثل عمود فقري او هيجي شي. هاي تندب بالتقطيع راح تشوفوها. قطعتهم على شكل رينز. هسه راح نسوي التتبيلة. بيضتين او ثلاثة، اذا صغار ثلاثة، اذا كبار بيضتين. بتر كريم او حليب او كريمة تخفق، اي شيء متوفر عندكم. كارليك باودر، بودرة ثوم، بابريكا، فلفل اسود، اولد باي توابل مال اكلات بحرية سي فود. اخر شيء ملح. نحط كل شيء سوا. راح ننزل السكويد مالتي بالخليط اللي سويته. نتأكد انه السكويد مالتنا اتشرب من الخلطة اللي سويناها، واخذت من نفس الخلطة وخليتها على السكويد اللي اخذته من الرازبي. هسه راح نتركها في هاي التتبيلة لمدة نص ساعة ونحضر الطحين. عندي الطحين، هنا عندي الكورن ستارج النشا، راح اخلي تقريبا كوب من النشا. هذا راح يعطينا القرمشة. بعدين راح نخلي كارليك باودر، ونخلي اولد باي او كيجن اللي متوفر عندكم. نسوي وياهم خبز مقرمش. فتحت البيتا بريد او تورتيا اللي عندكم، نقصهم بهالشكل هذا. اول شيء الفيتا طبعا، ننزل الخبز مع مراقبة ما يريد يحترق، بس يتقرمش وياخذ لون حلو ونشيله. نشيل الخبز. هسه راح ناخذ الكلاماري مالتنا ونخليهم بخلطة الطحين. تأكد انه خلطة الطحين توزعت على كل السكويد مالتنا وتشبعت، يعني من الداخل ومن برا. نشيلهم من الطحين وانخلهم. هسه راح نبدي نقلي الكالاماري مالتنا، ما نخليه هواية حتى لا تتغير حرارة الدهن وما يطلع عندنا مقرمش ولا يستوي. تصير بهذا اللون وتنشال. ما راح يحتاج تطبخيها هواي، تنقلي 3 دقائق إلى 4 بس تاخذ هذا اللون وتنشال. خلصت الأكلة مالتي، الكلاماري طلع بهالشكل هذا، وما احكي لكم الطعم يخبل. احسن ما تشتروا من السوق، سووا بنفسكم. النتيجة النهائية طلعت فابلس. اتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله بوصفات ثانية. عصرة حامض تنوكل.